حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. احتل العراق المرتبة 30 عالميا ضمن قائمة الانفاق العسكري كنسبة مئوية من اقتصاده بحسب موقع فيزوال كابيتاليست الذي يركز على موضوعات تشمل الأسواق والتكنولوجيا والطاقة والاقتصاد العالمي. وبحسب الموقع فإن 5 دول عربية من ضمن 7 دول جاءت بالمراتب الأولى بأعلى إنفاق عسكري لديها مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن أوكرانيا جاءت على رأس هذه الدول حيث بلغ إنفاقها العسكري بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي لها، تليها السعودية بنحو 9%، فيما جاء العراق بإنفاقه بالنسبة 2.69% من الناتج المحلي الإجمالي لديه. قرر البنك المركزي في العراق زيادة الحصة الشهرية من الدولار للمواطنين الراغبين بالسفر من الدولار، وكذلك الحصة الأسبوعية لشركات الصيرفة. البنك أوعز في وثيقة موجهة إلى المصارف الحكومية والأهلية المجازة بأن تكون حصة المواطن المسافر عبر المنافذ الجوية والبرية بواقع 3000 دولار شهرياً، وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل. يأتي هذا الإجراء على الرغم من التحذيرات من استغلال تلك المبيعات في تهريب وغسيل العملة الأجنبية. قال عضو برلمان كردستان العراق السابق علي حمد صالح، قال إن الحكومة الحالية في كردستان العراق لم توزع مبلغ 8 تريليونات دينار من الرواتب بسبب الادخار، واصفا الأمر بالمجزرة. صالح أضاف أن مبلغا ماليا يقدر ب7 مليارات دينار رواتب لم تدفع بالكامل، بالإضافة إلى مبلغ آخر قدره 1.7 تريليون دينار ضمن استقطاعات بنسبة 21% التي قررتها الحكومة. وأكمل صالح أن هناك مبلغاً مالياً قدره 162 مليار دينار حققته حكومة كردستان العراق من الاستقطاع لراتب واحد للموظفين بنسبة 18%. قالت لجنة الصحة والبيئة النيابية إن عدم سيطرة الجهات الحكومية على دخول الأغذية إلى العراق أمر في غاية الخطورة، وأشارت اللجنة إلى وجود حالات تلاعب واحتيال لإدخال الأغذية وبيعها، مؤكدة وجود جهات تعمل على إدخال الأغذية بطرق غير مشروعة ولا قانونية، داعية المواطنين إلى الحذر أثناء شراء بعض الأغذية والتدقيق بصلاحية استهلاكها بغض النظر عن تاريخ الصلاحية والنفاد الذي يتم التلاعب به أيضاً. انتقد خبراء اقتصاديون غياب الجهات الرقابية على البضائع المستوردة في ظل رداءة التصنيع وإعاقة المنتج المحلي من المنافسة في الأسواق. وقال الخبراء إن قانون حماية المستهلك أقر ولكن لم يفعل، حيث رافق القانون تشكيل مجلس حماية المستهلك، وهذا المجلس شكل صوريا لكنه يجتمع لأغراض فنية فقط ولا يصدر قرارات حقيقية. وأضاف الخبراء أنه لا يوجد بلد في العالم يستورد 80% من احتياجاته، ما يؤدي إلى فقدان القدرات الاقتصادية للدولة وفقدان المنتج المحلي لقيمته. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادلة.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.